يضطر العديد من المبتعثين والطلاب الدوليين كل عام لإيقاف دراستهم بسبب الانتقال إلى جامعة أخرى أو البحث عن تخصص آخر يجدونه أكثر ملائمة بسبب صعوبة المنهاج الدراسي والظروف المادية والاجتماعية أو المناخ. لذلك إن كنت طالبا دوليا وتدرس على حسابك الخاص فإنه ليس بالأمر الصعب أن تنتقل من جامعة أو كلية إلى أخرى، لكنه ليس كذلك بالنسبة للطالب السعودي المبتعث للدراسة في الخارج. كيف يتم تغيير الجامعة بالنسبة للمبتعث السعودي؟ يشترط على المبتعث السعودي عند تغيير الجامعة الانتباه لهذه النصائح: ألا ينتقل من جامعة إلى أخرى إلا بموافقة مسبقة من الملحقات الثقافية أو جهة ابتعاثه. ألا يترتب على انتقاله إلى الجامعة الأخرى تمديدا لبعثته. ألا ينتقل لأكثر من جامعتين خلال مرحلته الدراسية. ألا ينتقل من كلية أو جامعة مدة الدراسة بها 4 سنوات إلى كلية متوسطة مدة الدراسة بها 2 سنين. أن تكون الجامعة المراد الانتقال إليها من الجامعات الموصى بها من وزارة التعليم السعودية. موافقة كلا الجامعتين على الانتقال وفق الأنظمة الداخلية لبلد الابتعاث. ما هي المستندات اللازمة للانتقال من جامعة إلى جامعة أخرى؟ خطاب من المبتعث يشرح فيه الظروف والأسباب الداعية لتغيير الجامعة. كشف حديث بالدرجات التي حققها المبتعث في الفترة السابقة لانتقاله. خطاب قبول من الجامعة التي يرغب الانتقال إليها. للمزيد من المعلومات قم بزيارة موقعنا.